بسم الله الرحمن الرحيم. رايحين نتحدث اليوم إذا بتلاحظون كما في المثال عن مشكلة الخط الطولي، يعني خط بظهر لنا على طول الورقة بيعتمد على الطابعة هل هي ملونة أو مونو، يعني فقط أسود. إذا كان أسود مثلا بظهر لنا خط على طول الورقة مثل هذه، مرات بظهر في وسط الورقة إذا بتلاحظون، مرات بظهر على الجانب. اوكي، اذا كانت الطابعة ملونة مثل هذه الطابعة، اوكي الموديل طابعة ملونة، طابعة ليزر ملونة براذر، هاي المشكلة بتحدث بالذات في طابعة البراذر. صحيح، اوكي بظهر، ممكن يظهر لنا اللون اللي هو الوردي او اللون الاصفر او اللون الازرق او اللون الاسود. اوكي، فهذه المشكلة، هذه المشكلة يعني بتحصل كثير في الطابعات. هاي طابعة براذر ليزر مونو HL5340D من الطابعات الممتازة، وهذه طابعة ليزر كلر HL3040CN برضو من الطابعات الممتازة. حل المشكلة بسيط، كل ما علينا إذا كان اللون حسب اللون عندنا هون، اللون مثلا اللي هو الماجنتا الوردي، نفتح الطابعة بنحصل بنطلع اللون الماجنتا، بنحصل انه اذا بنلاحظ الكورونا، هذا ما يسمى في الكورونا، بنحصلها مزاحة مزاحة، يعني بنحصلها مزاحة لليمين قليلا. كل ما علينا الا نرجع الكورونا، بنلاحظ في عندنا مثلثين، لازم نطبق المثلثين على بعضهم. ممكن تكون اذا كانت الكورونا في الوسط راح يظهر الخط في الوسط، اذا كانت على اليمين بظهر لنا الخط على اليمين. طبعا الكورونا هذه برضو احيانا بعطينا الجهاز عليها ايرور، مفروض ننظفها كل فترة، تنظيف الكورونا فقط انه نوديها يمين وشمال ونرجعها دائما، لا ننسى نرجعها لمكانها. احيانا ننظف الكورونا وننسى نرجعها لمكانها فبيؤدي الى ظهور، فلازم تكون هذه وضعيتها. هذا حل المشكلة بالنسبة لطابعة الليزر الملونة. نطبع عليها الان ونشوف هل انحلت المشكلة ولا لا. لو طبعا عليها تست بيج، اوكي خلنا نشوف. ملاحظ ان المشكلة اختفت الان، طابعة يعني الكتابة اوكي، ما في الخط الوردي اختفى. نشوف الطابعات المونو، المثال الثاني المونو دائما طبعا بثر فيها خط اسود، نفس الشيء اما يسار يمين. كل ما في الامر ان نفتح الطابعة، نفتح الطابعة ونقوم باخراج الدرم، نحصل انه الدرم نفس الشيء الكورونا مزاحة، فكل ما في العملية انه نقوم ارجاع الكورونا الى مكانها. زي ما قلنا ممكن ننظف الكورونا دائما، يعني طابعة البراذر دائما بطلب تنظيف الكورونا. اوكي، الكورونا طبعا عبارة عن سلك واير صغير هنا مثل الشعرة يعني، اوكي موجود، اذا بصير عليها اي غبار اي شيء هذه القطعة موجودة من اجل تنظيفه. نرجع الدرم ونحاول نطبع على الطابعة تيست بيج. هذه الطابعة 5340 زي ما انتم شايفين، نحاول نطبع عليها تيست بيج، نقول له اوكي. اخذت الاوردر الطابعة، ملاحظ انه الخط اللي كان موجود اختفى، لكن الطابعة طبعتها صحيح وسخة بتنثر حبر، فاحتمال الحبر او الدرم بحاجة يكونوا لتبديل. رايحين نشوف هذه في جلسة ثانية ان شاء الله. هذا كل ما في الامر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.